أم عبد الله سألت سؤال والله ما ودي إنها سألتني، والله ما ودي إنها سألتني، أحزنتني وقطعت نيات قلبي وآلمتني، يعني معقول يوجد أولاد بمثل هذه الحالة اللي عند أم عبد الله يمد على أمه ويرمي الرطب في وجهها، والله شيء مؤلم جدا. يا أم عبد الله أنتِ عندك الآن موضوع مهم إنك تنقذين ولدك، لأن ولدك الآن يعيش تحت لعنة الله وسخط الله وغضب الله، وأنا أعرف أن هذا الكلام غليظ ويمكن يؤلمك أيضا، لكن هذا الواقع هذا الواقع الله عز وجل قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله عز وجل قال حتى لو كان الـ 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 الوالدين كفار قال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا معروف اسم جامع لكل خير تقدمه لوالديك لكل خير يدخل السرور على والديك اما ولدك هذا الان يعيش تحت لعنه الله غضب الله وما يدري متى ياتيه الغضب من الله والعقوبه من الله هو الان في صاله انتظار ينتظر العقوبه هذا مو بكلامي هذا كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عقوبات معجلات ثلاث عقوبات معجلات منها قطيعه الرحم والبغي وابنك هذا والعياذ بالله ارتكب ذنب عظيم واثم خطير الان اشتغلي على الرضا عليه ارضي عليه ارضي عليهم عبد الله لان اذا ما رضيت عليه ستنزل العقوبه والامر الثاني قولي له تب الى الله واستغفر الله جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله اوصني قال لا تشرك بالله وان قطعت او حرقت قال اوصني قال اطع والديك وان امراك ان تخرج من مالك واهلك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأطع والديك الله أكبر إلى هذا الحد نعم نعم ولذلك ابنك هذا ارتكب جريمة والله من أعظم الجرائم لما إذا كان كلمة أف أف حرام وشلون يمد عليك والله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم يقول جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا اذا كان واحد يؤذي مؤمن في اقصى الكره الارضيه الله بيحاسبه وشلون اللي يؤذي امه وابوه بمثل هذه التصرفات وبعدين الله عز وجل يقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان انت ابنك هذا لو صنع الدهر معروف لك كل الدهر والله ما جازاك ولو بطلقه من طلقات الولاده عمر بن الخطاب كان حول الكعبه واذا برجل يحمل امه على ظهره فالتفت فقال لابن عمر او لعمر قال يا هذه امي امي جبتها من الكوفه وفي قصه اخرى من صنعاء على ظهري احج فيها هل جازيتها؟ قال لا ولا بزفره من زفرات الولاده ولا بزفره من زفرات الولاده ما تجازيها ما يمكن ان يجازي ولد والده الا في حاله واحده اذا وجده مملوك عبد رقيق ها مستعبد يعتقه في هذه الحاله يتساوى يتساوى ولذلك قلت الفاضله اشتغلي بالرضا عنه لان ابنك هذا معرض لخطر والعقوبه ما يدري من وين تجيه تجي من زوجته ولا من عياله ولا من جاره ولا من الوظيفه ولا ينزل الله عليه سخط هذه سنه الله الكونيه القدريه في الخلق والعباد ومن العقوبات اماته القلب ما في ايمان ويصير قسوه عنده والعياذ بالله يصبح عنده غلظه وقسوه ووحشه والعياذ بالله في قلبه هذه عقوبه يعني بعض الناس يعتقد العقوبات فقط والله حادث سياره ولا حريق ولا موت في عقوبه اعظم من الموت لما يموت القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يعرف قدر احد ولا حق احد من الناس